دي مصلحة مواطن، وهذا الاحتلال الملك العام والشريع العام خصو يتحارب جميع المناطق المغرب، لان هذه فوضى، لان ما خصوش يكون هذا الملك العام. كنحتاجو كاملين بين المغاربه كاملين في المصلحه ديالنا، يكون الشارع العام خاوي ومناطق ماشي استعمار. هذا الاستعمار هذا اللي كيقوموا به هاد الناس، كيستعمروا الطريق العام والاماكن العامه، ما كيخلوا لا من قتول، هذا شي حرام، وحنا في صالح هاد الحمله هذه. ايوا الكارثه اللي عاملينها هنا في السوق دبر ربا فحص بزاف، فين ما كنقوزو تخلب عيره، اذا تخلب انا وولادي كتمدينو ملا كتعمل هيداك تبرخو شبر السبسي، واحد شبر دويطة، واحد العايل في طهرو، واحد العايلة في الدامة، شي كيوزي، شي كيغوط، شي كيرعرع، ما عرفناش هاد الظاهرة من ماشي. الحديد، طوموبيل ما كيكوزو لا طوموبيلات، هو بنادم ما كيكوزش كي تيكوز طوموبيل. هو كوزتينا طوموبيل وبنادم ما كيكوزش، كيدينو ملا وغوطة بنادم. هاد واحد كارثة كبيرة وصافي، أولا، والله يعدلها. هذه في الحقيقه في الصالح ديال العام، في الصالح ديال المواطن، لان راه المواطنين كيتشكاو، المواطنين راه ما كيلقاوش منين يدوزوا، ما كيلقاوش بزاف ديال الحاجات اللي كتعطر لهم السير، ولا بالنسبه للطاكسيات ولا بالنسبه للجميع. هذه مبادره طيبه وكيخصو يقبلها اي واحد.